شفت البنت اللي هو من 3 ل 11 بالليل. اللي حصل انه كنت انا في الغرفه عادي وجيت الشيفت بتاعي وبدات امارس شغلي عادي جدا. اول ملحوظه حصلت انه فجاه سمعنا صوت عالي ولقينا عدد ضخم من الناس داخل الاوضه علينا، والاوضه دي اصلا لا تتحمل سوى المرضى حالتهم جايه حرجه والدكاتره والتمريض، لا تحتمل اكتر من كده، وهي تقريبا بتاخد تقريبا 15 عيان تقريبا. الصوت العالي ده ما كناش فاهمين مصدره او مش فاهمين سببه. في ترولي عيان دخل لغايه اخر الاوضه، وبدا العمال يحاولوا يطلعوا الناس اللي جايه بكاميرات وجايه، وكان هم اكثرهم سيدات واتضح بعد كده ان هم صحفيات، مع برضو ناس يعني مش عايز اجزم ان هم بلطجيه بس هو الشكل العام يوحي بانهم كده. اللي حصل احنا بدا العيان اللي على الترولي ده كان عيان واعي، والمفروض ان احنا ما بناخدش على كلام العيان خالص ولا كانه يعني مهما عمل. احنا كاطباء المفروض البروتوكول بتاعنا ان احنا ما نردش عليه او اي شيء، لانه هو ربنا يكون في عونه، ده شيء معروف لكل الاطباء. بس الفكره ان هو كان واعي وكان بيشتم طول ما هو جوه. واتضح ده اكتر بعد كده ان عرفت ان قصه هذا العيان، وهو اسمه محمد عنده 70 سنه، العيان ده كان ملقب بابو الثوار لان هو كشخص موجود في الميدان، ميدان التحرير وكبير في السن ويقدر هناك يعني لتواجده دائم او شيء من هذا القبيل. المهم العيان ده تم طعنه طعنات كثيره في صباح هذا اليوم، وجه القصر العيني وتم عمل اللازم ليه. جيته بقى تاني العصر ديت كانت بعد ما هو مشي، المفروض ان هو خلص وروحه كانت سطحيه وتم عمل اللازم ومشي، فهو جاي تاني الفريق من الناس اللي غير منظمه جدا، مش عايز اجزم ان هم بلطجيه، بلس انه كان معاه صحفيين وصحفيات ودخلوا بهذا الشكل الغير نظامي جدا، وكان غرضهم الحصول على تقرير جنائي اللي حصل له. طبعا هو من حقه ياخد تقرير جنائي، والفكره ان هو المفروض فعلا ان ياخد تقرير جنائي الصبح طالما هو طالب بيه، الله اعلم هو طالب بيه الصبح ولا لا، بس المهم ان التسلسل مشي كده وده خلاه يجي بهذا الاتيتيود ان هو جاي يعمل مشكله وجاي معاه صحفيين وبحيث ان هو يعمل شو بهذه المشكله اللي حصلت. المهم الموضوع مشي انه تم تهدئه الوضع، وبعد ساعتين ساعتين ونص تقريبا في دكتور ما اعرفش اسمه، دكتور جاي من اسم يعني، المهم دخل الغرفه عندنا وسال على هذا المريض، فقلت له يا دكتور هو تقريبا بره، شفته بره وبعد ما هدينا الوضع هنا. وقال لي طيب عارف الدكتور رامي هو نايب جراحه، فقال لي تعرفه؟ قلت له قال لي طيب وصل الاثنين ببعض بحيث ان هم يشكشف عليه ويعمل له تقرير جنائي والى اخره. قلت له ماشي. رحت فعلا خدت العيان ودخلنا وبدانا نكشف. طبعا من ساعه ما بدانا نكشف وهو متمرد جدا وهو مش عايز يخلينا نكشف عليه، لما بدا الدكتور رامي يكشف بدا يشوف جروحه، بدا برضه يبتدي يتلفظ، وبدا يعني هو كان الاتيتيود بتاعه من الاخر كده ان هو شايفنا ان احنا اخوان، شايفنا ان احنا شرطه، شايفنا اي حاجه، لان هو ابو الثوار والكلام ده. فالاتيتيود يعني انا فهمته من الكلام، من الطريقه اللي هو كان بيتكلم على دقني وحاجات زي كده. الخلاصه ان هو احنا كل ده لا يعنينا، قلت له رديت عليه رد واحد، قلت له اللي بتعمله ده لا مكانه ولا وقته، ان احنا عايزين نخلص لك من المشكله اللي انت بتعملها. بدا بقى بعد كده يتلفظ بالسباب للام والاب ليا وللدكتور رامي. فاحنا توقفنا عن العمل او يعني فضلنا واقفين قدامه ساكتين، وكل اللي حصل اللي احنا قلنا له مش هينفع نكمل كده وهو بيتم التطاول علينا وقله الادب علينا. مجرد ما قلت الكلمه دي تم التعدي عليا من قبل المريض بشكل يعني ما خدتش بالي منه، تم التعدي عليا. فانا كل اللي عملته ان انا خدت بعضي وطلعت من الاوضه بزعق وبقول لهم يتفضلوا بره، لان طبعا تفاجات بالموقف، وخدت بعضي وطلعت للامن عشان انادي الامن يطلعهم. سالت على الامن، المهم لقيت كميه من البشر موجوده بره
بره البوابه بتاعت المستشفى ماسكين عصيان وحاجات زي كده وداخلين للمستشفى عليا وبيقولوا الدكتور ابن كذا هو اللي ضرب فلان وداخلين عليا رغم ان انا ما لمستوش حتى في الكشف الدكتور الثاني هو اللي كان بيشفع. طبعا لولا الامن اللي هو الداخلي للمستشفى واحد منهم هو شالني بشكل انا فضلت واقف مكاني مش مصدق اللي حصل. فالمهم شالني ودخلني جوه قال لي اختفي انت. فانا فضلت مختفي فتره عشان مش فاهم ايه اللي حصل وايه المهم بعد فتره اتضح انه ان هم بيدوروا عليه الاقارب دول او الناس اللي معايا دول بيدوروا عليا. وصلهم قصه غير واقعيه ان انا اللي تطاولت عليه. المهم كل ده مشي يعني ان انا واقف بعيد ومش عايز ان انا اتدخل في الموقف لان هتاذي. المهم الخلاصه انه اللحظه اللي انا مشيت فيها وروحت بيتي لان عرفت ان انا خلاص انا كده حقي ضاع بمعنى الكلمه. لما عرفت ان الامن من مصدر موثوق يعني ان الامن واحد من افراد الامن بلغ احد الاقارب دول قال له انه احنا هنجيبه لك بس تتنازل عن محضر الامن. قال له يعني واحد من الامن بيقول لواحد من الاقارب او المعارف او اللي جايين معاه ان احنا الدكتور هنجيبه لك بس محضر الامن. كان هم عملوا محضر ضد الامن. فطبعا اول ما عرفت هذا الخبر سواء هو حقيقه او لا عشان ده امر انا يعني ما اقدرش اكد انه حصل او لا بس سواء حصل او لا مجرد ما سمعت الكلام ده خدت بعضي وروحت بيتي لان لقيت ان الوضع كده خرج عن السيطره فعلا. جيت تاني يوم للمديرين الدكتور علاء ماهر قابلني والدكتور هشام عيشة برضه وقعدت معاهم ويعني قاموا باللي هم يقدروا عليه معايا ولكن الفكره انا ما خدتش حقي في الاخر. الموضوع عدى وما خدش حاجه وما زلت ما خدتش حاجه بس هي الفكره اللي انا جاي اتكلم النهارده عشانها انه مش القضيه عدد الامن. الامن لو سته زي ما احنا بنقول ممكن يوقفوا المستشفى دي على رجلي بس يشتغلوا صح